وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم بتدشين إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد شوارع مملكة البحرين بمنطقة الجفير، وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث، وعدد من كبار المسؤولين والوزراء بمملكة البحرين، وعدد من النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإعلام. وبعد أن أزاح سموه الستار الخاص بإطلاق اسم صاحب السمو الأمير سعود الفيصل، قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إن مناقب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود أكبر من أن تختصرها الكلمات، فقد كان رحمه الله رجلا لا يخشى في الدفاع عن وطنه وأمته لومة لائم، وهو ما جعل منه نموذجا متميزا للعطاء الوطني، واستحق أن ينال محبة واحترام الجميع. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن شعب البحرين لن ينسى مواقف المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود الداعمة والمساندة لمملكة البحرين ودفاعه عن أمنها واستقرارها في كافة المحافل الإقليمية والدولية. وأضاف سموه أن قيام مملكة البحرين بإطلاق لاسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد أهم شوارع العاصمة المنامة هي رسالة وفاء وامتنان للأمير الراحل على كل ما قدمه من أجل البحرين وما اتسم به من شجاعة في الوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف. وقال سموه إن علاقة مملكة البحرين بصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله تجسد بجلاء حالة من المحبة المتبادلة لرجل استطاع بقدراته الدبلوماسية المتميزة أن يكون صوت الحق، فاستحق أن تظل ذكره خالدة في أذهان جميع أبناء البحرين أبد الدهر. وأكد سموه أن الأمير سعود الفيصل عبر بصدق عن توجهات القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي أرست عبر السنين النموذج في الأخوة الصادقة والمبادرة إلى مساندة الأشقاء في مختلف الظروف، فالحكام من آل سعود الكرام جيلا بعد آخر يقفون في مقدمة الصفوف للدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية. وأشاد سموه بعمق علاقات الأخوة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل ما يجمع بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من علاقات متميزة تجسد ما يربط بين البلدين والشعبين من أواصر القربة والنسب والمصير المشترك. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادتها الحكيمة تمثل السند القوية والمتينة لكافة الدول والشعوب العربية والإسلامية، ومبادراتها في نصرة الحق والعدل والدفاع عن الدين تلقى احترام وتقدير الجميع. واستذكر سموه بكل المحبة والتقدير وقفات الشقيقة السعودية الداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن جميع أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بأسرها يقدرون عاليا ما تقوم به السعودية من جهود للذود عن كرامة الأمة وسلامة أراضيها وسيادتها. وقد أعرب سموه عن تمنياته للشقيقة السعودية مزيدا من الازدهار والتقدم تحت راية قيادتها الحكيمة وفي ظل تماسك شعبها والتفافه حول قيادته في كل جهودها على صعيد التنمية والتطوير. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بافتتاح هذا الشارع الهام الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى تخليدا لذكراه وتكريما لدوره في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وإقامة جسور المحبة والتعاون والإخاء بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. وقد أكد أن هذا الشارع الذي يحمل اسم الأمير الراحل الكبير في عطائه وتضحياته وبما قدمه وأنجزه لما فيه خير وطنه وأمته العربية والإسلامية سيذكرنا في كل يوم وكل ساعة برجل من رجالات عصره وأمته الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن قضايا وطنهم وأمتهم. ونوه سموه إلى أن إقامة هذا الشارع باسم سمو الأمير الراحل يأتي تعبيرا صادقا عن ما تكنه مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا من حب ووفاء لسموه وتخليدا لذكراه التي ستبقى في قلوبنا دائما وأبدا.
ومن ناحيته قال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إن هذه المبادرة تجسد بجلاء وفاء البحرين ملكا وحكومة وشعبا للراحل العظيم، وتنطق بكل صدق ووضوح بما للفقيد الغالي من مكانة خاصة في قلوب أهل البحرين جميعا، ولما لا وهو الذي خدم بكل إخلاص وبمنتهى العزم والقوة بلاده ودول الخليج والأمة العربية والإسلامية بل والعالم أجمع. وأكد أن الأمير الراحل حمل دبلوماسية المملكة العربية السعودية الشقيقة طوال 40 عاما، تاركا خلفه صرحا ضخما وأثار رحلة طويلة قضاها في رسم سياسة بلاده الخارجية، كما كان علامة فارقة في تاريخ الدبلوماسية العربية وفي التصدي لمختلف الأزمات التي واجهتها الدول العربية والإسلامية بحكمة مشهودة ومواقف حاسمة، فخلدته في ذاكرة الأمة كأحد أبرز رجالها على مر العصور. وأشار وزير الخارجية إلى أن سمو الأمير سعود الفيصل طيب الله ثراه له مواقف تاريخية داعمة لمملكة البحرين وتطورها وأمنها واستقرارها في أحسن وأصعب الظروف وفي أدق الأوضاع، حيث جاب سموه العالم من أجل الدفاع عن البحرين في مواقف سيسجلها التاريخ في صفحاته الناصعة كشاهد على عمق وقوة العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. من ناحيته قال سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف، قال إن إطلاق اسم وزير الخارجية الراحل للمملكة العربية السعودية على شارع الجفيرة الدائري ما هو إلا تكريم لعطاءاته وتخليدا لذكراه ومواقفه السامية تجاه الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف أن إسهامات المملكة العربية السعودية في دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية لا حصر لها وتصب جميعها في خدمة المواطن، لذا جاء التوجيه السامي من لدن عاهل البلاد المفدى عرفانا على جميل عطائه وإنجازات المملكة. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر مأدبة غدا تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث، فحضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.